سناب الشرقية أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات. الله يسعد مساكم بكل خير. من أبو ظبي راح نغطي اليوم أحدث المدن الترفيهية اللي عندهم، وورنر برادرز. زحمة جدا الآن الظهر وزحمة. طبعا يفتحون من الساعة 11 الساعة 8. سعر التذكرة الكبار 310 درهم والصغار 230 درهم. دكورها وستايلها عالمي بحت، كل منطقة أو كل مكان يوحي بشخصية كرتونية معينة. مدينة وورنر بلادرز ممتعة ومثيرة سواء للكبار أو للصغار، تفتح من 11 الصباح إلى 8 مساء. أنصحكم تجون بدري لأن بعض الألعاب تنتظرون فيها يعني 20 دقيقة 30 دقيقة من زحمة الناس.